فأنا أقول سلطان أنه الحمد لله يعني صح نتأخرنا كمملكة عربية السعودية، كمملكة العربية السعودية تأخرنا كثير في استضافة مسابقات كبرى. أنت تتكلم على ماراثون، تتكلم على بطولة شطرنج، تتكلم على بطولة مصارعة، ملاكمة. احنا تأخرنا ولكن أهم وصلنا بقوة. يوم أجي يا سلطان يوم من الأيام وأنا ابن مدينة الدرعية أو محافظة الدرعية وأنا أمشي في هذا الشارع، كل يوم أمشي في هذا الشارع، فجأة هذا الشارع شافوه الكثير في العالم. يوم ننظم عليه مسابقة الفورمولا اي، يوم تمشي عليه ما كان كذا تدلع الشارع. بس اقصد يا فؤاد الشارع هذا اللي يعني مين كان يتخيل يوم من الايام بتقام عليه بطولة عالمية كبرى؟ ترى اختيار المنطقة بالذات لها هدف. لها هدف نعم اكيد، لها هدف. فهذه من ضمن المرات، هذه من ضمن عشان ما اطول، من ضمن سلسلة كبيرة جدا من الاحداث. احنا مقبلين وانا متفائل باهتمام القيادة السعودية، باهتمام الهيئة الرياضة، في السابق كان برئاسة معالم السجارة تركي الشيخ. في الترفيه ستدخل الرياضة في الترفيه، وتذكر المناسبات القادمة ستكون كبيرة جدا. طيب مدرب اليوفي إليغري ماذا قال عن